نشوفوا الفيديو ونربط نعم. الاتصال بزميلنا رضا. صباح الخير وفرحة رضا. والآن أمامنا بعض الزملاء أو بعض الوافدين المشاركين فرحة الأهل. معنا الزميل هشام. أنا فرحان بزاف كي ولا أمين. هذا واش كنا نستناو، نحاولنا الغبينة اللي كانت فينا هاد 12 يوم كاع. واش نقول لك، نشكروا السلطات، نشكروا كاع اللي وقفوا معنا، والحمد لله كيرجع. هذه واش وهذا واش غادي نقول لك خويا. قولوا نستناو في امين. مصطفى معكم يا خويا. رانا فرحانين بزاف بزاف، كنا مقنوطين. هذه كاع 12 يوم حنا مقنوطين. انا كاع كيما راك تشوف في هذه الابراهيم، هذه كاع حبسه، كاع تخمم في الولد هذا ونراه. والحمد لله حتى الدراري الصغار الحمد لله لقيناه، وان شاء الله يا ربي يكون بخير. وان شاء الله هذه كاع ما تعاودش. صح. والاخبار اللي جاتكم عليه كيف صحته؟ الحمد لله لاباس به، الحمد لله. الولد راهو كوراج حاله لاباس عليه، راهو يقولوا لنا راهو مليح ما به والو، دوك شويه يجيبوه ونفرحوا كاع كيما رانا ان شاء الله. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. انا الصديق المفضل للاخ يزيد، وانا كنت مسافر حقيقه، وجيت اكسبري باش نكون بجانبه ان شاء الله. وعندي الولد تاعي يقرا معاه. سمعت اخبار العثور على طريق الامين، كيفاش كانت عندنا؟ ما تقدرش تيماجين شحال كانت عندنا الفرحه هذه. ما عرفناش، رفدنا روحنا وجينا ديكت لخونا هذا نوقفوا معاه. حتى الدراري تاعنا يزيتي روماتيزي، كانوا مقلقين بزاف. حتى الطفل اهدر معاه موات، قول له واش راك تستنى. كان يقرا معايا ونسيناه. راك فرحان ولا مش فرحان؟ راك فرحان وليدي. ونسيناه ماشي يقرا معايا. هذه هي. وحنا ان شاء الله تكون عبره للجميع، هذو اليوم يديروا فيه الشيء هذا. عندنا نخافوا على اولادنا سبحان الله. هذه هي ان شاء الله، هذه هي الاولى وهذه الاخرانيه ان شاء الله. ورانا فرحانين بزاف بزاف، ويعطيكم الصحه. هذه يا بارك. مثل ما تشاهدون الكل ينتظر وفود او وصول الطفل امين، ومعنا بعض الزملاء ينقلون لنا الفرحه. صح. انت السلام عليكم. سلام. جارنا. ايوه. توحشناه. واش راك تسنى انت اليوم؟ انا نسنى فيه. كذب كذب. ان شاء الله ان شاء الله يكون بخير. ان شاء الله. مثل ما تشاهدون الكل الان في انتظار امين. الكل الان في انتظار في حي الحادي عشر سبتمبر منذ 12 يوم. امين اختفى لكنه اليوم عاد، لكنه اليوم عاد والكل في انتظاره الان. مثل ما تشاهدون اعزائي المشاهدين، الكل هنا لمقاسمه او لمشاركه عائله ريشان فرحه عوده الطفل ايمن. عن يميني فاروق بالقايد. فاروق، يعني كيف تصف لنا هذه الاجواء؟ السلام عليكم. الاجواء اجواء فرحه، ورانا فرحانين وسعداء بالعوده تاع امين لاهله. وش راح نقول لك، حنا كيتسمع بالانسان هذا ونهدنا، لقيت لي زابيل في التليفون تاع خويا مولود على بالي بلي فيها خير. عيط له قال لي واش كاين، وانا راني قريب هالناس يا برسك جاري. الحمد لله هذه الفرحه هذه ما تقدرش، ما عندك ما تقول. احنا ليسونس امين، حاله امين هضر مع باباه وراه مليح، راه في حاله. من الناس اللي داوا اللي قراب بزاف لعائله يا ريشان، وسي دوماج. حنا ليسونس هذوك ولا الولد ولا الدار ولا بخير وفي صحه، ودوك حنا عندنا الدوله ديالنا ان شاء الله هي اللي راح تفصل في هذه القضيه، وان شاء الله مش راح نشوفوا من الفوق دي كيدنابينغ. وعن يميني احد المقربين الى العائله، يعني كيف تصف لنا الاجواء، او يعني كيف استقبلت الخبر؟ فرحه كبيره كاع، كيما تشوف الناس كاع فرحانين، ماشي غير احنا، ماشي غير العائله اللي فرحانه. الحمد لله الحمد لله. ونشكروا بزاف الدرك الوطني، يعني خدم دار مجهودات كبيره وجاب لنا طفل. يعني انت من المقربين للعائله. يعني نعم. كيفاش الحاله امين؟ عطينا يعني. لا لا الحمد لله امين، دوك هضر معنا في التليفون والحمد لله راه بون سونتي، فرحان مع في التليفون، يبان ما عنده حتى شوك. الحمد لله الله، يعني عاود ولا ان شاء الله. يعني هذه عمليه اختطاف ولا عمليه اختطاف؟ يعني جاء قام بها واحد جبان للعائله يا ريشان، داروا فيه خير كبير، وهذا انسان
جبان والحمد لله اللي تنحكم وبان ودوك راهي دوك العداله ان شاء الله تحاسبوا على ديروا كيما نقولوا ديروا عبره كاع للناس باش ما يزيد حتى واحد يتجرا ويدنا لطفل صغير هكذايا ويديه على جال دراهم يدير له بالك دروماتيزي بالك ما على باليش انا يعني اكيد بكثر اللحظات لو قادمه الحمد لله لا ان شاء الله اقل من ربع ساعه ان شاء الله يكون في البيت في حضن تاع والده ان شاء الله ونشكروا ربي بزاف هي قبل كل شيء نشكروا ربي اللي عاود رجعوا سالم ان شاء الله يعني مثل ما تشاهدون نظل نترقب وصول الطفل الامين الى بيته مثل ما قال بعد اقل من ربع ساعه او ربع ساعه كونوا ابقوا معنا